عايزين نعمل ريف جديد متنظم مترتب، كل حاجة فيه للأهل اللي هيروحوا هناك. ده عايز جهد كتير وكمان عايز تمويل كبير. ده الريف بتاع 100 و200 سنة اللي جايين. مصر جنة ربنا في أرضه وسلة غذاء العالم القديم، ومن جديد بيتصل الحاضر بالماضي وتفيض الأرض بالخير ويرجع للمصريين أملهم من تاني بتحقيق ثورة زراعية تليق بمستقبل مصر. وابتدى التحدي، والقيادة السياسية أصدرت قرارها في إبريل من عام 2017 بالبدء في تنفيذ أقوى استراتيجية مصرية بتوفير المنتجات الزراعية بجودة عالمية. المصريين كان لازم يسابقوا الزمن ويغزوا الصحراء بثورة خضراء تحقق الأمن الغذائي وتلبي مطالبهم. وآن الأوان لاستكمال مخطط مصر الزراعي بتحقيق أقصى استفادة من النطاق التنموي الوليد على امتداد محور رود الفرج الضبعة، واللي بيقع على بعد 30 كيلومتر من مدينة 6 أكتوبر، وتبدل اللون الأصفر بالأخضر وفاضت الأرض الطيبة بالخير. موقع متميز بيحقق السهولة لنقل المنتجات الزراعية مع كونه قريب من الموانئ التصديرية البرية والبحرية. نطاق زراعي هائل بيوفر 5000 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 200,000 فرصة عمل غير مباشرة. مشروع عملاق بيفتح الأمل لمستقبل مصر كأمة زراعية كبرى. بنية أساسية بإجمالي تكلفة بلغت حوالي 6 مليار جنيه، تمت فيها عملية تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي أطوال 500 كيلو متر وعرض بيصل إلى 10 متر، وأبار للمياه الجوفية، ومحطتي للكهرباء بطاقة 300 ميجا وات، وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر، ومخازن لمستلزمات الإنتاج، ومباني إدارية وسكنية، وبيتم فيها استخدام أحدث التقنيات الزراعية العالمية بإيدين ولادنا لري 200,000 فدان سنويا، وباستخدام 1600 جهاز ري محوري مطور. نطاق زراعي كبير بيتم زراعته مرتين خلال الموسمين الصيفي والشتوي لإنتاج أجود الحاصلات الزراعية، والجهد ده جنى ثماره الزراعية في موسم 2019-2020 بحصاد عشرات الحاصلات الزراعية، ومنها القمح، الذرة الصفراء، الشعير، البطاطس، بنجر السكر، الفول السوداني، البصل، الطماطم، الفاصوليا، البسلة، الجزر، البطاطا، والموالح بكل أنواعها. وعشان نحافظ على خصوبة التربة ومخزون المياه الجوفية، تم عمل منظومة متكاملة لتجميع ونقل المخلفات الزراعية والاستفادة منها لعمل الأعلاف والأسمدة الطبيعية بأرقى نظم التحكم الآلي في مجال الري الحديث مع التحول الرقمي في كل مراحل الإنتاج. مشروع واعد، وكان لسواعد رجال القوات الجوية في أثر كبير في إتمامه بصورة تليق بحجم التحدي. مشروع مستقبل مصر، ثورة زراعية بإرادة شعبية وقيادة سياسية دايما بتوفي بالوعود. كما أؤكد لشعبنا العظيم أننا ماضون على عهدنا، نحمي وطننا ونجدد وعدنا
بألا نفرط أبدا في حق من حقوق. وزي ما المصريين متعودين يقهروا الصعاب ويعبروا الأزمات ويخلقوا من التحديات فرص حقيقية بتنشر النماء بأمل جديد وفجر صاعد يفتح لينا الطريق لمستقبل مصر.